خلينا نروح كمان اكيد مش بس ضيوفنا اللي في الاستوديو منورينا، اكيد معانا كابتن عمرو ممدوح مدير جهاز الكراتس في النادي الاهلي. اهلا بيك يا كابتن عمرو. يا كابتن ازاي حضرتك؟ الله يخليك. الحقيقه مفتقدين، كنا عايزينك النهارده معانا في الاستوديو، بس ان شاء الله تنورنا يوم تاني باذن الله يا كابتن عمرو. يا كابتن هيثم هي اللي كان حته موجود، معلش بقى الشباب يعني قايمين بالواجب اكيد. طب استاذنك كابتن عمرو، ممكن توطي التلفزيون وتسمعني من التليفون احسن؟ كده كويس؟ كده ممتاز جدا، لان بيحصل صدى صوت الحقيقه بيخليني مش سامعك كويس. قول لي يا كابتن، طبعا انجاز السنه دي اكيد حاجه انتوا فرحانين بيها، وانا حاسس الحقيقه من ضيوف اللي في استوديو قد ايه الفرحه وقد ايه الجهد اللي اتبذل السنه دي. تحب تقول ايه عن الدرع العام وفوزنا الدرع العام بالسنه الثانيه على التوالي؟ والله الحمد لله. في الاول انا بشكر كل الناس اللي معاك واللي دخلوا واللي لسه هيدخلوا. الناس دي رجاله وابطال. احنا الحمد لله السنه دي في اول بطوله جمهوريه تدخل النادي الاهلي. صحيح. كل الالعاب. صحيح. الحمد لله احنا 9 كؤوس كنا بننافس عليهم، خدنا 8. طيب ده جاء نتيجه جهد وعمل يا كابتن، اكيد يعني اكيد انتوا كنتوا مخططين لده. يعني كلمني في يعني باختصار عن تخطيطكم، كان ازاي وكان ماشي ازاي وكنتوا راسمين لده ازاي على الاقل من 10 شهور فاتوا. بص يا كابتن هيثم، هو من اول ما مسكت الجهاز قعدت مع كابتن طارق جمعه وكابتن عمرو كاشف وكابتن محمد العسال وكل المدربين، وحطينا خطه ان ازاي نبدا من تحت من البراعم، ان احنا نبدا يبقى عندنا قاعده ناشئين قويه جدا، ان احنا بيها نوصل ان احنا في الدرجه الاولى ما نفقدش ولا مرحله. والحمد لله السنه اللي فاتت ابتدينا كؤوس البراعم ما خدناهاش، ولكن الحمد لله رب العالمين الموسم ده خدنا كل كؤوس البراعم الولاد والبنات لاصغر سن عندنا، خدنا الناشئين والناشئات، خدنا الرجال، خدنا الرجال والسيدات معا، خدنا كاس البطوله الحمد لله. فده معناه ان احنا بادئين من تحت خالص، علشان طبعا الهرم زي ما حضرتك عارف لازم يبتدي من تحت عشان نوصل ان احنا ناخد الكاس العام البطوله اللي هو القمه بتاعتنا يعتبر. طب قول لي يا كابتن، انتوا اكيد بتخططوا يعني يبقى عندنا لاعبين ولاعبات على مستوى اولمبي، على مستوى بطولات عالم. يعني شايف ده يعني ان شاء الله ممكن نحققه، ولا محتاجين اللعيبه بتاعتنا تخرج بره للعالميه بشكل اكبر؟ الثلاث لعيبه اللي عندك دول مبدئيا يا كابتن هيثم دول يعني بمنتهى البساطه ممكن مع شويه تركيز في التمرين وشويه مجهود ازيد شويه واحتكاك دولي يبقوا بيمثلوا مصر في الاولمبياد. يعني انت معاك عمر ده من اللعيبه التالنتد جدا، احمد امين لعيب نادي اليوبلس احنا بنرحب بيه في النادي اول موسم ليه ما شاء الله، احمد سامح ده من الناشئين الواعدين جدا. الثلاثه دول من العناصر الواعده جدا، معاهم طبعا كل الولاد والبنات التانيين اللي معانا. اكيد يا كابتن، واكيد يعني بنشكركم على الجهد المبذول، ودايما انتوا عند حسن الظن بصراحه. العاب الماء كلها بامانه يعني دايما عند حسن الظن، ويعني اتمنى لكم مزيد من التوفيق يا كابتن. والله انا بشكر اللعيبه كلها وبشكر المدربين، بشكر اولياء الامور، وبشكر في الاول طبعا مجلس الاداره واداره النشاط الرياضي ان هي ما بتبخلش بجهد عننا. وقبل اللعيبه انا بشكر اولياء الامور على جهودهم معانا الصراحه وتفاهمهم وتوقيع اللعبه، وان الولاد بتلعب قدرات كبيره في التمرين. يعني كلام جميل كابتن عمرو، واتمنى لك كل التوفيق. كابتن عمرو ممدوح مدير جهاز الغطس بالنادي الاهلي، بشكرك شكرا جزيلا، كان معانا عبر الهاتف.